تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة الإقليمية الحركة النشاط اختراطا منه في ورش ديال المدونة اللي أطلق على المستوى المركزي، وكان فيه مجموعة من المداخلات التي تناولت جوانب مختلفة من زاوية تناولت التعديلات المرتقبة، وكشفت حول أكشف مجموعة من التناقضات التي تنبني عليها والتي تشبت بها التيار الحداثي مقابل الإضاءات التي يمكن الاشتغال عليها وإبرازها والتي تستند إلى المرجعية ديالنا الإسلامية والهوية المغربية، وتستندها كذلك الخطب الملكية والفصول ديال الدستور. وكان فعلا واحد النقاش غني وثري، وكان عزم على ضرورة المضي في فتح هذا الورش وفي تنوير الرأي العام الذي خاصة بهذا الورش المهم للمدونة والانخراط الذي يجب أن يكون فيه، إما من جانب التكوين ولا من جانب ديال الإعلام ومن جانب ديال محاولة بناء الحرص على تكوين مؤسسة الأسرة وحمايتها من كل الاختلالات التي يمكن أن تعصف بها وبالتالي تعصف بالمجتمع وتعصف بالخيارات الاستراتيجية للدولة. شكرا.